وداس على رقبتي. انا انسان ماني حيوان، انا انسان ماني حيوان، العالم كله مثلي. محمد احمد عبد الوهاب 33 عاما، ابن خربة الجوز، القرية الحدودية مع تركيا. أتيحت له الفرصة ليطلق صرخته الشهيرة أنا إنسان ماني حيوان، لتصبح هذه الجملة أيقونة من أيقونات الثورة السورية، لازمة تعاد عشرات المرات على الإعلام يوميا كأيقونة هرمنا التونسية وبن علي هرب. لقد تجرأ هذا المواطن الذي لم يكن معروفا من قبل على مخاطبة رئيس النظام بها، وفي الوجه المضمر أو غير الواعي بالضرورة فيها تجرأ هذا المواطن على المساواة بينه وبين شخص الرئيس المقدس لعشرات السنوات. أن يضطر شخص ما إلى التذكير بأنه إنسان، فهذا يعني أن المهانة بلغت حدودا قصوى، وأن المهانة التي تجرأها لم تكن عارضة يوما، بل هي متوارثة على الطرف المقابل لتوريث كرسي الرئاسة. أنا محمد أحمد عبد الوهاب من قرية خربة الجوز، قائد كتيب الشهداء خربة الجوز. الرجل الذي قال هذه الكلمات تطوع بالجيش السوري الحر، واليوم أعلنت الكتيبة التي يقودها تحرير قرية خربة الجوز آخر معاقل النظام عند الحدود مع تركيا.